اهواك، اتمنى لو انساك روحي وياك تفداك تنساني. قول لي اكتر نكته بتضحكك. كان في اصلا، بص ما عنديش نكت وبتاع، مش بعرف اقول نكت، انا هسيبها على جنب شويه لحد ما افكر. ده الجوسيب بوكس، يلا نفتحه ونشوف فيه ايه. نبدا باول ستيكي نوتة. اسئله ملهاش علاقه ببعض. اوكي، اول سؤال، بتنزل الجيم كم مره في الاسبوع؟ ايام العز كانوا 5 و6 مرات، دلوقتي لو 3 ابقى جامد قوي. ليه احمد مجدي نباتي؟ ما بتاكلش لحمه ولا فراخ؟ ياه، انا نباتي بقالي 12 سنه والموضوع ابتدى لاني شفت اول انسان نباتي في حياتي ولقيتها شخص عظيم، فجربت وانبسطت جدا، وده مش بس عشان صحتي، ده كمان عشان الكوكب. اتمنى ان الدرجه دي من الوعي تبتدي تتحرك عند الناس. طب انت بتحب شكلك بالدقن او من غير؟ الحقيقه احيانا حسب المود، لكن انا دلوقتي في الفتره بتاعت ان انا مش عايز دقن. لو كنت بنت ليوم واحد كنت هتعمل ايه؟ كنت هروح اشتري هدوم. ايه اوحش 3 حاجات فيك؟ مناخيري طبعا، غروري طبعا، دماغي الناشفه. بتتكلم فرنساوي كويس؟ والله لما رحت، كان اول مره اروح باريس شهر 3 اللي فات، السنه اللي فاتت، واكتشفت ان انا ما اعرفش فرنساوي، اكتشفت ان انا ضايع، بس بعد اسبوع ابتديت افهم يعني هم بيقولوا ايه. طب قول لنا بالفرنساوي اهواك، واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك، وان ضاعت تبقى فداك لو تنساني. اهواك، اتمنى لو انساك روحي وياك تفداك تنساني. قول لي اكتر نكته بتضحكك. كان في اصلا، بص ما عنديش نكت وبتاع، مش بعرف اقول نكت. خش على بعده. اوكي. معلومات عامه لعبتي، اخيرا اخيرا حد هيختبر معلوماتي العامه. ايه هي لغه النمسا؟ اللي بعده. مين اللي رسم الموناليزا؟ مايكل انجلو. دافينشي، سوري، دافينشي، دافينشي الثاني النمساوي، طبعا نمساوي معروف. كم عدد الاوتار في العود؟ 6 في 2. ليه سموا الجزر ايه؟ ليه سموا جزر القمر بالاسم ده؟ ده سؤال. ايه هو اطول نهر في العالم؟ ايه يا جماعه، طبعا الامازون، ده النيل تاني اطول نهر، مش قوي، مش اكيد، النيل. مين هو مؤسس جائزه نوبل؟ نوبل. مين الحيوان الوحيد اللي عنده 4 ركب؟ انا هسيبها على جنب شويه لحد ما افكر. بلدين في قاره اسيا بحرف الف، وبلدين بحرف القاف. البلدين اللي في قاره اسيا بحرف الف، ممكن الفلبين. ايه اسمها؟ الفلبين. في اسيا يا ابني، بيقول لك في اسيا، انت بتضيعني. قول لي فرنسا. في فلسطين طبعا. فيتنام. ايه، شوف السؤال على خدي. مين الحيوان الوحيد اللي عنده 4 ركب؟ مسكين قوي، مسكين قوي، ده 4 ركب ليه؟ برافو، الفيل. السؤال جه من بره بس الفيل كان استثنائي. ميرسي. خلصنا اللون اللي مش عارفه والبينك. نخش بقى دلوقتي على البينك برضو. قول لي 5 انواع من الجبنه. بارميزيان، رومي، بيضه، فيتا، فلامانك، اي حاجه بتتباع في السوبر ماركت. مين مخترع الديناميت؟ لسه قايل نوبل يا ابني، لسه قايل. سؤالين مربوطين ببعض يا جماعه، كده سهلوا قوي الموضوع. الاصفر المستار ده، تعرفني. في اللعبه دي هتجاوب على كل الاسئله بسرعه جدا، وبعدها هتكلم حد قريب ليك جدا، هتساله نفس الاسئله عشان تعرف هو عارفك كويس ولا لا. تكلم مين فيهم؟ اوكي، ايه اسمك الرباعي؟ احمد مجدي احمد علي. ده سهل قوي. ايه الاكله اللي دايما هتطلبها ديليفري؟ معروفه جدا، مكرونه وبيتزا وسلطه، مفيش حاجه ثانيه. كنت كليه ايه؟ انا كنت حقوق عين شمس. اكتر كلمه بتقولها وانت متعصب؟ كلمه قبيحه. بتحب الاكل السبايسي؟ نيفر. مين اكتر حد بيضحكك؟ جيم كاري. بتعرف تطبخ؟ اخر مره طبخت كان من 4 سنين. صيف ولا شتاء؟ صيف طبعا. نشوف حد نكلمه ونعمل كده بجد. كلم عترة ابو العتريت. يا حب
حبيبي. بقول لك ايه، انا بصور برنامج دلوقتي وانت على السبيكر، اوكي، فبلاش اباحه. حاضر. فهم دلوقتي سالوني اسئله عني سهله، ستيكي نوتس كده. فهم قالوا لي كلم واحد صاحبك واساله نفس الاسئله عشان نعرف هو يعرفك فعلا ولا لا. اوكي يعني. فانت مثلا في سؤال واحد اللي ممكن ما تعرفوش يعني، بس هتعرف تجيبه برضو. اول سؤال، اسمك الرباعي؟ احمد مجدي احمد علي فتح. خماسي؟ ايه الاكله اللي دايما هتطلبها دليفري؟ في حاجتين، الانديان فود والمطعم التاني بتاع حاجات الفيجيتيريان. يعني انا كنت عارف انك مش تبقى دقيق في ده، لكن هو طبعا انديان فود، لكن هما مش بيجيبوه عاده في الدليفري. كنت كليه ايه؟ حقوق جامعه عين شمس. مش اي تحدي. اكتر كلمه بتقولها وانت متعصب؟ صح في حاجه كده، انا قلت لهم كلمه قبيحه مش هقولها. مين اكتر حد بيضحكك؟ طبعا جيم كاري. برافو يا ترى. بتعرف تطبخ؟ جدا. انا قلت لهم بس اخر مره كان 4 سنين. صيف ولا شتاء؟ صيف. برافو يا ترى. طب يا ترى انت لبست اسئله تانية. اكتر فيلم بحبه؟ فيلم الاسباني. جدع يا ترى، جدع. ايوه هو حرفين مقلوبين فيه. ايوه برافو. ايه ده؟ بيوتيفول. برافو يا مان، جريت جوب. واو واو. هاي، انت رومانسي ولا لا؟ يعني هو في الحياه انت لا تبدو رومانسي، بس انت رومانسي جدا يعني. صح. اكتر لون بحبه؟ الاخضر طبعا. اخضر طبعا، سهل قوي. تاريخ ميلادي؟ سهل قوي. طبعا 15/5. غلط يا عطر، غلط غلط. 10/5. غلط. تاريخ الراجل. لا غلط. تاريخ ميلاد الراجل. ايوه يا عم غلط، مش ده حاجه 5 يا مان. هي 5. هو ايه؟ انت رافض نفسك. 4/5. ايوه 4. طب قول سنه كام عشان تريح نفسك. ايوه. قول سنه كام؟ 84. ايه يا محمد اللي انت بتقوله ده؟ 85 يا محمد، انت مجنون. 6 يا محمد. ايوه 6 صح. خسارة. يا باشا. انا 15/5/84. مين ده يا محمد؟ ايش جدا. انت متردد ولا لا؟ لا انت مش متردد. ده سهل قوي. ثانك يو سو ماتش ابو العتريت. عايزين من عتر حاجه ثانيه؟ لا تمام. ثانك يو سو ماتش برو. خلص واكلمك. سلام يا حبيبي. سلام.